في طيب الواقع. خليني اغير انت سؤالي بتتكلم واقول على مستقبل في حلول، في حلول طويله المدى، في حلول طويله المدى. وانا يمكن طرحت فكره رابطه الانديه وانها ممكن تكون مخرج من مش بس اشكاليه التحكيم، من اشكاليات كتيره جدا بتعاني منها. احنا عايزين نتفرغ للكوره شويه، يعني الواحد بيحب يروح للكوره انت عشان متعة يستمتع. متعه الناس كره القدم. لكن الكوره النهارده بقت مصدر احتقان وغضب وثوره وفتنه انا دلوقتي وخصومه. بص يا استاذ احمد، انا لو انت عارف يا استاذ محمد، احنا كنا بنتكلم بنقول احنا متوقعين ان الموسم ده يبقى اكثر هدوءا، يعني أيوة في حاجات بناء حصلت عليه. يعني بناء لا معلش اكثر بناء عليه. ما تقدرش تنكر انه السنوات الاخيره نتيجه مسؤولين كانوا موجودين على الساحه كنا داخلين في مساحه مهاترات واهانات واساءات كل ده خلاص يعني استريحنا. كنا متوقعين انه الدنيا السنه دي هتبقى اهدى شويه. ازاي منظومه ناجحه او ازاي مسؤول ناجح يجيب لا واحد معلش متشرب معلش مكالمه معلش معلش بيقول فيها كذا؟ انا سالتك سؤال واضح وصريح. استاذ خالد بيتكلم على رابطه انديه، قلت له ده لغايه لما يبقى الدوري يخلص ان شاء الله. خلينا نعتبر ده تمام حاجه كويسه، ده حل بعيد المدى. انت شايف في حلول قريبه المدى؟ يعني هل انت شايف انه في حلول او اجراءات من الممكن اتخاذها؟ انا متوسم خير في اجتماع اللجنه الثلاثيه اللي جاي وهيناقشوا الاحداث اللي حصلت، واتوقع ان عقوبه الشناوي تتخفف، خاصه زي ما قلت لك ما كانش فيه عقوبه اداريه، ما كانش فيه الحكم ما ادانش اللاعب عن طريق طرد او الانذار. الشناوي رصيده او يعني تاريخه بيقول ان هو عمره ما تجاوز قبل كده او كان ليه حاجه سابقه زي كده تدينه، ما شفناش حاجه يعني اعتداء او حاجه، حتى لو بينده للحكم وبيقول له كلمني او زي ما عرفنا من اللعيبه او عايز يتناقش معاه وبيقول له انا كابتن الفرقه جاي اتكلم معاك. يعني كابتن الفرقه المفروض يقعد يعني بيتكلم بشكل عادي، انا مش شايفه خارج وانا شايف ان الحكم عمل الموضوع بشكل درامي شويه، لو هو بيبص اللاعب من فوق لتحت. يعني الفكره يعني على فكره دايما بنشوف انتقاد منه او دايما يعني بنشوف اي قائد لاي فريق بيروح يتكلم مع الحكم وبعدين الماتش خلص. بص يا خالد، هو الماتش خلص حته احنا بص نقول غلط، لكن انا بتكلم في ايه، ان ممكن يكون بس مش سلوك غير رياضي يا محمد، وتحسسني انها كانت خناقه.